معنا عبر الهاتف من الأنبار أمجد الكبيسي مراسل قناة الفلوجة. أهلا بك أمجد. أمجد، يعني انطلقت عملية عسكرية لتطهير الصحراء المحاذية للأنبار وكذلك الحدود أو الطريق السريع الدولي، ما هي التداعيات وأسباب قيام هذه العملية العسكرية؟ بداية مساء الخير لك زميلتي ولمشاهدي قناة الفلوجة الفضائية. حقيقة منذ ساعات الصباح الباكر انطلقت عمليات تحري وتفتيش واسعة في صحراء الأنبار شمال الطريق الدولي السريع. شرعت قيادة عمليات الأنبار وتشكيلات الفرقة الأولى وبإشراف مباشر من قيادة عمليات الأنبار بحملة تفتيش واسعة. تعتبر منطقة، بحسب شهود عيان وسائقي سيارات أكدوا لي بأن منطقة الكيلو 160 إلى منطقة الكيلو 70 بالقرب من قضاء الرطبة من أخطر المناطق التي يمرون بها، حيث تحاذي هذه المنطقة الأودية الضيقة والكبير الطريق الدولي السريع، مما يسهل على تنظيم داعش الإرهابي تنفيذ عملياته الإجرامية سواء تسليب سيارات أو تأذية المواطنين أو سرق ممتلكاتهم أو قتل المنتسبين أو إلى آخره من هكذا عمليات. تنظيم داعش الإرهابي في قبل أسبوع من الآن أطلق بعض قذائف الهاون على القرى المحيطة بقضاء الرطبة بغية منه لتعكير جو الأمني والاستقرار الذي تشهده محافظة الأنبار. قبل أسبوع من الآن باشرت عمليات الأنبار، حقيقة أود أن أوضح ملاحظة واحدة، أنه قيادة عمليات الأنبار كل أسبوع أو كل أسبوعين تقوم بعمليات كبرى في تفتيش وتحري المنطقة الغربية سواء كانت عمليات الأنبار أو قيادة عمليات البادية والجزيرة. طيب أمجد، يعني هذه العمليات تقام على أساس أنه هناك وجود لبعض الأقدام، يعني عناصر داعش على بعض العمليات التي تهدد أمن هذه المناطق، أم هي تقوم بهذه العمليات بشكل روتيني لحفظ أمن هذه المناطق؟ حقيقة بداية هي أولا تقوم هذه العمليات لحفظ الأمن، ثانيا بعد أن عمل تنظيم داعش على تعرضه على قضائين حيويين في محافظة الأنبار الأسبوع الفائت، قضاء هيت وقضاء حديثة، عمدت قيادة عمليات الأنبار وقيادة عمليات البادية والجزيرة إلى تكثيف الجهود الأمنية وتكثيف التحري والتفتيش في صحراء الأنبار والقصبات والمزارع. الآن تنظيم داعش بدأ يعتمد بعض التوصيفات بملابس الراعي، بملابس المزارع، ويتخفى بين الوديان والقصبات بهذا النوع. عمليات الأنبار وبجهد استخباري قضت على كثير من مضافاتهم، مضافات تنظيم داعش الإرهابي. بالنسبة لعملية اليوم التي انطلقت صباح اليوم الباكر لا زالت مستمرة إلى حد هذه اللحظة، إلى حد هذه اللحظة مستمرة، ولا زال البحث والتحري متواصل. هذه العمليات تعتبر شمال طريق الدولي السريع. قبل أسبوع من الآن كانت هناك عمليات جنوب الطريق الدولي السريع في منطقة الضبعة، جنوب الصقار، جنوب خط السريع، وتمت بإشراف اللواء الركن محمود الفلاحي قائد عمليات الأنبار. حقيقة هذه العمليات مستمرة، لا زالت مستمرة بين الحين والآخر، وعملية اليوم لا زالت مستمرة وستأتي بنتائج إيجابية على واقع المحافظة. نعم، يعني أمجد، نعم. لم يكن لديك أي معلومة عن، يعني إلى ما وصلت إليه هذه العمليات، وكذلك يعني من الممكن ما هي العمليات أو النتائج التي وصلت إليها هذه العمليات خلال الساعات القليلة الماضية؟ هل لديك معلومات؟ نعم، المعلومات التي وردتنا لحد هذه اللحظة بأن هناك تم تدمير بعض المضافات، بعض الأوكار، العثور على بعض الأعتدة القديمة، بالإضافة إلى وجود مخازن شبه متروكة أو يستغلها تنظيم داعش. قبل فترة من الآن عثر على بعض السيارات الدفع الرباعي لتنظيم داعش الإرهابي
مدفونه تحت الارض ومغطاه بسقوف حديديه ومن ثم فوقها التراب وهكذا. العمليات تاتي بنتائج، لكن المصادر الامنيه لا تصرح الا بعد انتهاء العمليه بشكل كامل، حرصا منهم على ان تسرب هذه المعلومات لتنظيم داعش الارهابي سواء عن طريق الاعلام الاعلام او غيره. العمليه لا زالت مستمره. وهناك عمليات استعدادا حقيقه. القيادات الامنيه في محافظه الانبار تبذل قصارى جهدها من اجل انجاح العمليه الانتخابيه وعدم التعرض الى هذه المدن. فلذلك شرعت هذه العمليه هذه القيادات للتفتيش والتحري عن ما تبقى من اوكار داعش الارهابي. اذا مراسل قناه الفلوجه امجد الكبيسي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك امجد.